السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال عند أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. في ثلاث بخاخات جديدة وواحد القديم. البخاخات ما كانت خربانة، كان خربان رأس البخاخ، هذا هو اللي كان خربان، بس ما لقينا رأس البخاخ فاضطرينا ناخذ ايش؟ البخاخ كامل. واشتغلت مضبوط الحمد لله وكل شيء. بعدين فجأة صارت عزمها ضعيف ولا تقبل دعسة. بعد ما سويت برمجة صارت تمشي 20. الآن أنا بشغلها بس ما معي أحد. شغلها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شغلها. هذا لقيناه مشقوق، شفناه بس ما ظننا مشكلة من عنده. تمام، وهذه البوابة، وهنا في بوابة، في يمكن ثلاثة بوابات. واحد عشرة بنزين الآن. هاي أدعس بنزين. آخر شيء يدعس، آخر شيء جوه كله يدعس. أيوه خليك، أيوه آخر شيء. صبر دقيقة، أدي واحد كمان، واحد كمان يدعس. هذا آخر دعس. خلاص شكرا 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 يا صديق، شكرا. تو بعد ما سمعنا السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا هو الطريقه اللي عملها هذه متاع الاكسلاري او يدعس وقود والخراطيم التربو مش راكبين، هذه طريقه خاطئه، لان مش يستجيب المحرك، لان التربو ما يعملش، ما يستجيب لك المحرك الا لما يعمل التربو. هذه حاجه لازم يعني تثبت منها، لان خراطيم التربو عندهم دور كبير راهو في السحب، يعني في التراج، يعني في التسارع، يعني في يعني اذا كان يبدا فيهم خرم ولا يبدا فيهم مكان مش صحيح ولا كذا تفشل السياره تولي ما عادش عندها قوه، لان يعني التربو وقتها ما يخدمش الهواء، يعني ان تدوير الهواء في التربو لازم يكون مسكر، يسموه سيركوي فرمي، يعني دائره مغلقه. ولهذا انت تو تدعس وقود ما غير ما يكون الخراطيم تاع التربو راكبين ماهوش باش يجاوبك المحرك. ومن بعد انا مشيت للورشه عندي غادي للمحل
وهي المحرك هذايا نعطيك فكرة عليه. المحرك هذايا موجود في جميع سيارات الرينو والنيسان وبعض السيارات الكورية هذه، يعني هو محرك ممتاز جدا جدا جدا، يعني محرك مشهود له بالكفاءة، مشهود له بالقوة، مشهود له باستهلاك الديزل، يعني ممتاز. عيبه كونه اللي هو اللي يتعامل معه ما يعرفوش، اللي ما يعرفوش يبهدله، يعني كان يكون ميكانيكي ما يعرفش ولا حاجة يكمل على مشكلته، يعني يزيد عطب على عطب. اولا تو انا باش نشرح لك، يعني هاني في عملت فيديو في الورشه نشرح لك يعني كيفاش تنظف الاجيار. الاجيار هذايا هو عنده يعني علاقه بالتسارع بالتيراج، كي يبدا مفتوح يعني يخلي السياره فاشله على الاخر. هو الاجيار اول ما تبدا تفتح الاجيار تنظفه وتجرب او تنحي الفيشه، قبل كل شيء تنحي الفيشه وبعد تجرب اذا كان فما تحسن ولا ما كانش نحيه وتنظفه. وباقي الشرحه باش نحطه لك بعد كلامي هذا. خاطر هذا محرك اللي هو موجود في الميغان وموجود عند اخونا هذا السائل اللي هو من السعوديه، عنده المحرك هذايا اللي هو 1.5 دي سي سيمانس، سموه احنا 6 غيارات 6 فيتاس. هذايا عنده مشكله هو في التيراج، عنده مشكله فشل في العزم، يقول كان عندي بخاخات وصلحتهم. احنا انا تو باش نوريه شنو باش يعمل بالضبط. عندنا هذا يسموه ايجيار، هذا ايجيار نفكوه بثلاثه بولونات، ثلاثه براغي نفكوه من مكانه. اولا مبدئيا ننظفوه، كان نقدر ننظفوه هاو نفكوه من مكانه هذا اللي هو يعني فيه ثلاثه بولونات، مفتاح 8 ولا مفتاح 10 اللي هو هذا من مكانه هيك نفكوه. وطبعا باش نفركوه من بعضه وننظفوه. طبعا كي نفركوه نلقوا فيه برشا وساخ، شوفوا الوساخ اللي فيه، هذه الوساخ اللي فيه، هذه تسبب فشل في السياره، يعني تولي عندها معش عندها عزم معش عندها قوه، يولي تيراجها ضعيف. نقول احنا يعني معش عندها قوه، علاش؟ لان فما اوساخ هنا. انا جبت هذا الجيار عندي من فكيته من المحرك وباش نعمل عليه شرح. فكينا احنا الجيار هذا نفسه وفكينا يعني جهه الكهرباء اللي هي شدوها زوز براغي هذيا، باش نوريكم شنو اللي صاير بالضبط. اللي هما هذوما اثنين كهرباء، واحد سالب واحد موجب، يدخلوا هما اللي باش يفتحوا الجيار، لكن طبعا عن طريق كمبيوتر نتاع السياره، مش يفتحوا هكاك عادي، فيهم عمليه نتاع كمبيوتر نتاع السياره. انما احنا توا اختصارا للمسافه باش نوضح لكم، جبت اللي هو اللي يشغلوا الجيار طول، اللي هما زوز خيوط الفوقانيين هذوما عرفناهم، هما اللي بيشغلوا الجيار من فوق. هذا كيفاش عملوا الجيار؟ هو هذا اللي مفتوح عليه هكاك مفتوح، شفتوا هكاك مفتوح، يبدا هو مفتوح على طول يسبب فشل. وشنو اللي يخليه مفتوح؟ احيانا حتى تفشل اي حاجه هكا صغيره تدخل ما بين البستون هذاك، حط سايبه علي سايب اي حاجه شفتها تقعد هنا حاصله او ساخ او كذا، يقعد مفتوح على طول يسبب فشل للسياره، وتولي ما عادش السياره ما عادش عندها عزم، ما عادش تيري، يعني التيراج نتاعها يموت، ما عادش فيها عزم. شو اللي يعمل؟ مبدئيا يجرب الساعه ينحي الفيشه هذه من مكانها، نحاها من مكانها ويمشي بالسياره. اذا كانت تحسن الوضعيه يعني وفهم اللي المشكل من الجيار يكمل يفكها، ما تحسنتش نفس الشيء يفك الجيار هذايا وينظف، يعني افتح عليه هكاك يفتح ينظفوا هذه كل الاوساخ هذه كلها ينظفها. العمليه هذه راني رد بالكم تعملوها، ليش؟ لان هذه عندها مختصين وعملتها انا عن طريق يعني فيشه عندي موجوده. انت عليك التنظيف فقط، تنظف وتجرب، تنظف مكانها كله بتغسله بالبنزينه ولا تغسله باللي تحب عليه انت، اي نوع تغسله ما يهمش، ما يعمل حتى شيء، هو ما دام مسكر الجهه نتاع الكهرباء مسكره ما تخافش منه، تغسله هذا مليح مليح هو اللي يطلع وينزل عادي عن طريق التورنيفي، يعني حتى بالمفك تنجم تطلع وترجع هذايا. عاود سكر عليه، عاود حل. احيانا هو العمليه هذه ريتها فتحان وتسكير، احيانا هو نفسه يبدا من داخل، من هنا من جهه الاكس هذايا من داخل يبدا ما مسخ لدرجه انه هو هذا ما يرجعش، يبدا متكونسي حتى من غير اوساخ، او المحرك هذا ضعيف، الموتور نتاع الكهرباء ضعيف ما يخليش يرجع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.